مشاهدينا اهلا بحضراتكم مره تانية، ما زلنا معاكم من خلال الاهلي الليله، وفي هذا اللقاء نلتقي بواحد من نجوم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا. بيسعدنا ان يكون معنا في استوديو الاهلي الليله الكابتن حمدي ابو راضي. مساء الخير كابتن حمدي واهلا بيك، سعداء بوجود حضرتك معنا النهارده. مساء الخير عليكم جميعا، سعيد جدا ان انا موجود معاكم النهارده، وان شاء الله يكون حلقه جميله يعني باذن الله بوجودك معنا يا كابتن حمدي. الارتباطات الفريق متلاحقه، الماتشات الفارق الزمني بينها ضيق جدا، الاهلي في البطوله الافريقيه وارتباطاتنا ومبارياتنا كاس مصر ودوري الى اخر هذه المباريات. شايف ازاي النادي الاهلي في الفتره دي والتحسن والتغيير اللي احنا بنشوفه بعد الصفقات الجديده وبعد عوده بعض النجوم المصابين؟ هو طبعا النادي الاهلي تاثر كتير الفتره اللي فاتت بسبب ضغط المباريات الكتيره سواء المحليه او الافريقيه في البطولات، أثرت كتير على الفريق وأداء الفريق وفي إصابات الفريق. إنما المباراة اللي فاتت كانت تعتبر عودة مرة جديدة للاعبي النادي الأهلي، والنادي الأهلي للأداء الكويس مع الإدارة الفنية الجديدة الموجودة، وإن شاء الله الفترة اللي جاية يعني هنرجع زي زمان زي ما بيتقال. المؤشر الاداء بيتغير للاحسن يا كابتن حمدي، يعني رايك بقى غير كمحب للنادي الاهلي كلاعب كوره كبير وكواحد من عشاق الكيان ده كمشجع اهلاوي قبل اي حاجه، شايف الدنيا بتتغير للاحسن ولا لا؟ انا من وجهه نظري بتتغير للاحسن، الاحسن كمان يعني احسن الاحسن. الفتره اللي جايه اللي انا شايفه من المباراه اللي فاتت شايف تغييرات كتيره في الفكر، لان الموضوع كله كان في لاعبي النادي الاهلي كان الموضوع الفكر، والفكر بيأثر على الأداء. أنا شايف المباراة اللي فاتت باستمرت إن طبعاً اتعامل مع المباراة بواقعية، مع حالة لعيبة النادي الأهلي بواقعية أكتر، تعامل بذكاء، وده يعني واضح في المباراة مجمل المباراة. بس أنا بقول إن هو كان تركيزه في ال 45 دقيقة، هو خلص المباراة في ال 45 دقيقة الأولى. كابتن حمدي، انا اول مره اسمع من ناس كتير جدا من اصدقائنا من محبي ومن جماهير النادي الاهلي انه اول مره يبداوا يتابعوا ويجدوا لمسات بتدل على خلاص بقى دي شخصيه لاسارتي ودوره في الاداء اللي في الملعب، ان شايفين بصماته في المباراه اللي فاتت، وده الناس تقول بدا شغل الجهاز الفني والمدير الفني الجديد يبان مع الفريق، شافوا ان في جمل مختلفه وفي طريقه مختلفه وتحركات لاعبين بشكل تاني. هو طبعا بص، النقطه دي بالذات مش عمليه اداء، هي عمليه فكر. المدرب فكر، وواضح ان فكر مستر لاسارتي المباراه اللي فاتت فكره بان في الملعب، فكره في اداره المباراه، فكره ان هو عايز ايه من المباراه، عايز الحسم بدري من اللقاء. عايز الحسم بدري بالقدر اللي هو عارف حاله لعيب الاهلي، لان احنا خارجين تعتبر من حاله نفسيه، الحاله النفسيه اثرت طبعا على الحاله البدنيه، على انك بتاخد وقت شويه على ما ترجع في الملعب. الاصابات الكتيره، هو تعامل بالموقف دوت وعارف حاله كل لعيب كويس، حتى في تغييراته. التغييرات لو لاحظنا في تغييراته في الشوط الثاني غير في خطين مهمين جدا، الخط الخلفي وخط وسط الملعب، دول اهم يعني خطين موجودين في اي فرقه في العالم، وخاصه فريق النادي الاهلي الفتره اللي فاتت كان الخطين المدافعين وسط الملعب كانوا متاثرين جدا للغيابات افضل حالاته، عشان كان في غيابات واصابات واداء طبعا. تغييراته طبعا اللي عملها، تدعيمه للخط الخلفي بنزول احمد علاء في التوقيت دوت، وهاني محمد هاني ناحيه وخلاص اعتماده بشكل اساسي على حمدي فتحي كواحد من الهاف ديفندرز في الفريق، يعني واضح انه عنده قناعه كبيره بامكانيات حمدي فتحي كمان. هو طبعا حمدي فتحي لعيب كويس جدا وادى كويس جدا، ويمكن كان عند حسن ظن مستر لاسارتي وحسن ظن جماهير النادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي، ادى اداء حتى هو التوقيت الخروج بتاعه ان هو مش عايز يستنزفه الاخر، عايز يعني يحتفظ بالطاقه اللي عنده دي للمباراه اللي جايه. وهيبقى عندنا اوراق مهمه، يعني بيجهز كابتن الفريق واحد من نجوم الفريق اصحاب الخبره حسام عاشور راجع بيجهز بعد فترة إصابة وعملية استشفاء بتجرى له، ومع السلية مع حمدي فتحي مع الكوادر الجديدة اللي بنستخدمها، نيدفيد بيعتبر جوكر دلوقتي بيعتمد عليه في أكتر من مركز، رأيك إيه في المزيج الموجود دلوقتي من أصحاب الخبرة ومن الشباب الأصغر سنا يا كابتن حمدي؟
هو طبعا اي فرقه لازم تبقى فيها توازن في ناحيه الخبره تبقى موجوده والشباب، انما برضو احنا يعني لو لاحظنا فريق النادي الاهلي في نواحي خبره كتير، الى جانب ان هم بقول عليهم شباب. يعني محمد هاني ما يعتبرش ان هو ناشئ دلوقتي، هو خد الخبره كويسه، خلاص بقى واحد من اصحاب الخبره من سنه صغير. كريم نيدفيد بقى لعيب، يمكن هو ومحمد هاني اللي مستواهم ثابت على مدى الفتره اللي فاتت، حتى المستوى البدني بتاعهم ثابت، بدليل ان هما الاثنين اللي دايما المدرب بيحركهم في اكتر من مركز وبيستعين بيهم وبيقدر يعمل تغيير بتغييرين باستخدام كريم نيدفيد ومحمد هاني. يعني سعيد او راضي يا كابتن حمدي عن المزيج الموجود دلوقتي او الاوراق الموجوده عند الجهاز الفني، رغم ان في بعض الغيابات ومؤثره وفقدنا بعض النجوم في الفتره اللي فاتت هيغيبوا لفتره لعلاجهم زي النجم الكبير طبعا وليد سليمان وغيره من النجوم اللي لسه بيرجعوا من اصابه، ازار وعاشور واحمد فتحي، مجموعه مؤثره جدا، لكن ايضا الناس مطمئنه انه مع التعاقدات الجديده مع عوده بعض الاسماء المؤثره جدا زي جونيور اجاييه ان في اوراق وبدائل جيده جدا متاحه للجهاز الفني. حضرتك رايك ايه؟ والله انا عن نفسي يعني انا سعيد بعوده اجاييه وعملت حاله للفريق باكمله، حاله ثقه كمان. اجاييه لعيب تقيل بلغه كره القدم، مميز جدا، وهو حتى يمكن تلاحظ المباراه اللي فاتت ان وقت تغيير اجاييه كان هو وصل لمرحله ان هو ابتدى يعترض على الحكم شويه، وده تغيير ذكي طبعا ان المدرب يقدر يعرف حاله اللعيب بتاعه ايه، وخاصه ان هو راجع من اصابه طويله ولعيب مؤثر موجود زائد وتعرض لاكثر من عرقله واكثر من احتكاك يعني ممكن يؤذيه في المباراه اللي فاتت كتير. ما هي الكره التحامات وكره هو يعني راجع من اصابه والجمهور خايف عليه، واجاييه زي ما حضرتك قلت يعني في اجماع في الاراء انه لعيب ممتع، اداؤه ممتع جداً وايجابي ومؤثر جدا في الملعب جدا، وحتى اللاعبين في الملعب يعني انا حاسس عندي الاحساس كده ان هم بيبقى في ثقه، واجاييه موجود في الملعب بيبقى عندهم ثقه وبيديهم دافع، وحتى الناحيه الجماليه والكره الجماليه والجمل طبيعه اداؤه كده، الجمل الجماليه اللي بتتعمل في لحظه ابداع في الملعب، يعني ايه مش متفقين عليها، دي لحظه ابداع في الملعب، كون ان اللعيبه بتوصل للحاله دي اعتقد ان هي حاله بترجع للمدرب الجهاز الفني ان هم وصل اللاعبين ان هم يوصلوا للدرجه دي والمرحله دي والاداء الجمالي زائد المكسب اللي بيطمنهم وبيريحهم، ده دافع كتير كبير جدا. قدامنا على الشاشه طبعا مجموعه اللاعبين اللي كانوا بيأدوا تدريبات الجري في التدريب الاخير قبل مباراه الغد ان شاء الله امام وادي دجله، وهنتكلم عنها دلوقتي مع بعد قليل مع الكابتن حمدي ابو راضي. اجاييه من الاوراق يا كابتن حمدي، مش عارف حضرتك متفق ولا مختلف مع الناس اللي بتقول ان اي مدير فني في العالم يتمنى اللاعب اللي بيجيد في المكانين بنفس الدرجه، مكان البلاي ميكر انه يقدر يوزع اللعب ويمسك المنطقه دي لامام منطقه جزاء المنافس ويوزع اللعب على الاجنحه وعلى المهاجم الصريح ويؤدي دور الفرود او المهاجم الصريح. اجاييه بيقدر يقوم بالدورين دول طبعا، ده اولا بيبقى اللعيبه تعتمد عليه بشكل كبير جدا في الملعب، زائد ان المدير الفني برضو بتبقى عنده ورقه موجوده في الملعب بيقدر يغير مسار المباراه في اي لحظه منها، زائد ان اجاييه كمان يعني لعيب رشيق جدا، فكره في الملعب عالي قوي قوي قوي، يقدر بيأدي راس حربه صريح، يقدر يأدي تحت راس الحربه او على الاطراف، حتى لعيب مطيع لما بيبقى عنده واجب دفاعي بيأدي الدور الدفاعي. طبعا رجوع من الإصابة مهم جدا مع التعاقدات الجديدة مع لاعبين بقدرات وبحجم رمضان صبحي وحسين الشحات مع المجموعة اللي هنستعرض اسمها بعد قليل. خلونا نشوف مع حضراتكم احنا بنتابع التدريبات وتجهيز طبعا عاشور ومروان وأزارو والمجموعة اللي بتجهز للمباريات اللي جاية، ونجمنا طبعا أحمد فتحي صاحب الخبرة الكبيرة في النادي الأهلي وفي منتخب مصر. طبعا كل الأسماء دي هتكون إضافات مع العناصر الموجودة وعناصر شابة كثيرة موجودة. قائمة مباراة الغد هنكررها مرة تانية لحضراتكم، الكابتن حمدي أبو راضي ويقول أفضل تصور له للتشكيل وتوقعاته للتشكيل اللي ممكن يبدأ به لاسارتي وجهازه الفني إن شاء الله غدا هذه المباراة أمام وادي دجلة. قائمة المباراة بتضم 20 اسم أو 20 لاعب يا كابتن حمدي: شريف إكرامي، محمد الشناوي، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، سعد سمير، علي معلول، محمود وحيد، باسم علي، عمرو السولية،
هشام محمد، رمضان صبحي، ناصر ماهر، كريم نادفيد، صالح جمعه، جونيور اجايي، حسين الشحات، احمد حمودي، جيرالدو، وصلاح محسن. لو حضرتك المدير الفني بتبدا هذه المباراه او بتطرح رؤيتك، التشكيل اللي حابب تبدا بيه بكره مين وليه؟ انا ابدا بتشكيل بكره بنفس تشكيل مباراه المقاصه، مباراه المقاصه بدون نقاش وبدون تفكير، لان هو ده الحل الواقعي. عايز توصل لثبات التشكيل الفتره الجايه، دي مهمه جدا. اي فريق مستقر لازم بيبقى ثباته في التشكيل. حتى بتبقى التغييرات برضو بتبقى تعتبر يعني معروفه ان خلاص عندي 3 او 4 لاعبين مع المجموعه اللي في الملعب، انما بيتحركوا او بيبدلوا معاك. انما الاساس ثبات التشكيل. انا اعتقد ان بكره هيبدا بنفس التشكيل، بنفس التشكيل، لان وضع طبيعي والكره بتقول كده، ان انت طالما ماشي انت ماشي، فما يعني ما تحتش على اللي انت فيه. طبعا بترجع له اوراق تانية، بس كمان كابتن حمدي بترجع لمستر لاسارتي وجهازه الفني بعض الاوراق، يعني غاب عنه الثلاثه المهاجمين اللي بيلعبوا فرود صريح في المباراه اللي فاتت، بيرجع منهم صلاح محسن في مباراه بكره. هو ممكن يعني وجود صلاح محسن في القايمه ممكن تكون حته تهيئه نفسيه ان هو يبتدي يخش، انما ما اعتقدش ان هو يبدا بيه المباراه، ان هو يبدا بيه المباراه او يكون موجود على في قائمه 18. يعني لا، هو في قائمه المباراه فعلا. قائمه المباراه هو 18 لاعب ولا 20؟ هنا القائمه 20 لاعب. انا بتكلم على هيدخلوا المباراه، ممكن ما يبقاش. انا بتكلم على النقطه دي، ولا بيجهزوا حضرتك تتوقع انه يدخل يشارك في وقت من المباراه من الشوط الثاني ويبدا بنفس تشكيل المقصه، بس يبدا يرجع العايدين من الاصابه واللاعبين المؤثرين زي صلاح محسن ياخدوا اوقات تدريجيا قليله في المباريات اللي جايه؟ هو ممكن، بس بالنسبه لي انا بقول بنسبه ضئيله جدا جدا ان ممكن يبقى صلاح محسن موجود في القائمه 18، بس هي كون انه وجوده في القائمه 20 دي تهيئه نفسيه انه خارج من اصابه تعتبر طويله، وصلاح محسن من اللعيبه المهمين جدا، فما يقدرش يجازف بيه، لان معنى ان انا احط صلاح محسن في ال 18 يبقى لازم استعين بيه، وهو فت وجاهز فت يعني نمبر 1 يبقى موجود. وفي مدارس كده من المدربين يا كابتن حمدي، حضرتك تعرف انهم ليهم طريقه لما بيكسب اللعيب بتاعه اللي راجع من اصابه حتى لو مش اصابه طويله جدا، بس بيبقى بينزله في مباراه خلاص تقريبا محسومه بالزبط. يبقى المدرب لو الامور ماشيه كويس كسبان 2-0 3-1 وفاضل 5-7 دقائق بيبدا يدي اللعيب ينزل ياخد ثقه، والماتش خلاص ما بقاش فيه ستريس على الفريق اللي كسبان. احنا في مرحله لسه ما وصلتش للمباراه اللي تلاقي فيها جميع المواصفات دي. ما احنا لانك راجع لسه بصعوبه، احنا راجعين من يعني موقعه تعتبر صعبه، من مشاكل كتير، ضروب كتير، زائد ان فتره انتقالات شتويه، في لعيبه جديده داخله والحمد لله لعيبه جهاز فني تعاقد مع تم او مدير فني جديد، ومدير فني طبعا الفتره ما تعتبرش كافيه ان هو يقدر يشوف اللعيبه كلها بما فيهم المصابين، لان في لعيبه مصابين موجوده هو ما شافهاش. قد ايه الوقت يا كابتن حمدي من وجهه نظرك ان مدير فني جاي من بلد تانية، من ثقافه كرويه مختلفه عنا، من طريقه اداء مختلفه، من مدارس تدريبيه عمره ما درب في مصر، وانه بيتعرف على مجموعه نجوم بيشوف 30 لاعب في النادي الاهلي او اكثر، ياخد وقت قد ايه على ما يكون خلاص حفظ المجموعه دي وعرف قدرات كل لاعب وافضل وقت للدفع بيه في كل مباراه؟ تقريبا ياخد قد ايه؟ انا بتخيل ان هو ممكن يكون وصل لنسبه 80% من تحقيق الهدف، انما لسه في الفتره الجايه يمكن مباراه وادي دجله وفيما بعد وادي دجله يقدر يعني يبقى عنده تصور كامل بحاله اللعيبه كلها اللي المصابين واللي راجعين من الاصابه، يقدر يقيم يبقى عارف ده امتى يلعب وده يستعين بيه ازاي، لان واضح ان هو عنده فكر كويس، عنده توقيت كويس، هو شخصية جميلة ولذيذة. أنا ما اتكلمتش معاه بس شفته طبعا في الملعب وشفت تحركاته وقعدته في الملعب، كون إن هو في متابعتك المباريات ولا كنت موجود في التدريب؟ التمرين. من التدريبات في التدريب، في التدريب كون هو يبقى موجود بعد ما التمرين يخلص ويفضل موجود في الملعب وقاعد يعني بيشتغل بحب، يعني حابب الشغل وحابب النادي الاهلي، بيبين ان هو راجل عنده فكر وعنده بيقرا، عايز يقرا كتير وعايز عنده ملاحظات بيسجلها بعد التدريب، يعني
مش عنده تفاصيل كتير مركز فيها. مش مجرد ان هو انتهى التمرين وخلاص وانتهى على كده ببساطه، مش اكل عيش يعني الفكره كده بلغه الكوره بنقول الراجل ده بيحب شغلته مقتنع بيها وعنده حاجات كتير عايز يقدمها مع النادي. اهم حاجه ان هو عنده فكر، مش مجرد ان هو مش مجرد وظيفه بقدي مهمتي وقت التدريبات وامشي 11 لعيب موجود. لا هو انا يعني واضح ان هو راجل عنده فكر ودايما فكره متغير. في سيناريو عنده للمباراه على الخط بره، بيقدر يعمل سيناريو اكتر من سيناريو، يعني مش مجرد متفرج، لا مدير فني. اعتقد انه هيكون ليه دور كبير جدا في رجوع النادي الاهلي للاهم بطولة الإفريقية اللي غايبه عننا بقى كتير. متفائل يا كابتن حمدي على مستوى الدوري رغم فارق النقاط مع المنافسين، والنقاط دي طبعا قلت مع ابعد منافس الزمالك، كان متصدر المسابقه وما زال متصدر المسابقه. الفارق نظريا الاهلي يفوز بمؤجلاته، الفارق كان 8 نقاط قبل مباراه بيراميدز والزمالك اتعادلوا، اصبح الاهلي ابعد منافس عنه ان شاء الله في حاله حصد نقاط اي مباراه مؤجله للنادي الاهلي، 6 نقاط على اقصى تقدير. متفائل باننا ناخد الدوري السنه دي ولا لا وبطوله افريقيا باذن الله؟ انا عمري ما اتشائمت وعمري ما فكرت ان احنا مش هناخد الدوري، يعني دي قاعده. ويمكن حتى مع الانتقادات والمشاكل اللي كانت حاصله الفتره كل اللي كل اللي حصل دوت ويمكن حصلت قبل كده، كان في فرق 13 بونت موجودين وقدرنا نوصل وناخد الدوري بفارق كمان كبير. انا ما فكرتش في كده، واعتقد ان برضو جماهير النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي ما بيفكروش في النقطه دي ان احنا نبعد عن الدوري. احنا الفتره اللي جايه ان شاء الله هنطمن جماهير النادي الاهلي المحبين اللي دايما عشقهم الاول بطوله الدوري هي مهمه جدا، البطوله المفضله للجمهور. مفضله طبعا. طب وبطوله افريقيا النادي الاهلي صعب عليه جدا وعلى جماهيره انه يوصل النهائي مرتين ولا يفوز بالبطوله، المرة دي الجمهور متمسك بالهدف ده، مجلس الإدارة ودعم الفريق وأنفق وفي صفقات مؤثرة وجهاز فني على مستوى عالي تم التعاقد معاه. الناس بتقول إن كل العوامل بإذن الله متوفرة إن شاء الله لو وفقنا إننا ناخد البطولة. أعتقد حضرتك شايف إن الفريق أجهز الموسم ده مقارنة بالنسختين اللي فاتوا من البطولة الأفريقية. يعني إحنا عانينا كتير في بطولة إفريقيا لظروف كتيرة، يعني ظروف خارجة لتنظيم إنما ما أعتقدش إن إحنا هتتكرر تاني. اتعلمنا واللعيبة اتعلمت، لأن ده درس قاسي جدا على لعيب النادي على مدى العصور وعلى جمهور النادي الأهلي وعلى كل المحبين للنادي الأهلي. إن النادي الأهلي يخسر بطولة دي ده موضوع الناس ممكن ما تحسش بيه زي اللعيبة. يعني أعتقد إن البطولة اللي جاية إن شاء الله هكون موجوده في الجزيره باذن الله. طيب ايه المواقف اللي فاكرها مشابهه للفتره اللي فاتت كابتن حمدي؟ ايه الموسم اللي فاكر انه كان صعب عليكم نجوم النادي الاهلي في الوقت اللي كنت فيه في الملعب واحد من نجوم الفريق، وموسم كنتوا الامور في اوله مش ماشيه كويس وقلبتوا الامور لصالح الفريق وغيرتوا كل الناس وكانت توقعات بتقول وحسابات وجدل الى اخره بس حسمتوا كل الامور في النهايه؟ ايه الموسم اللي فاكره بالشكل ده؟ والله ما حصلش في الفتره اللي انا كنت بلعب فيها، يعني ان في ظروف مشابهه للموضوع دوت، غير يمكن هو موقف واحد بس كان افتكر كان سنه 85 كان في خلاف حصل، كان الكابتن جوهر الله يرحمه موجود وكان بطوله كاس مصر يعني، وكابتن صالح سليم برضه الله يرحمه كان خد قرار ايقاف 16 لعيب وانا كنت من 16 لعيب ولعب مباراة الزمالك في كاس مصر بالناشئين، كان احمد شوبير بس الوحيد هو اللي لعب من الفريق الكبير من الفريق الاول يعني، وكسبنا كاس مصر بعد كده. هو ده الموقف، انما غير كده ما يعني الحمد لله. ايه اللي اتعلمتوه يعني وقتها؟ ايه اللي اتعلمته على المستوى الشخصي من الفتره دي ومن الموقف ده كابتن حمدي؟ نجوم بيتوجه لهم رساله ان النادي الاهلي الكيان اكبر من الاسماء وانه يقدر يعتمد على لاعبين اكيد بالمقارنه بقدراتكم وخبراتكم كانوا اقل منكم في الوقت ده، بس ان النادي الاهلي كيان لا يهتز حتى لو قرر يوقف 16 نجم من النجوم. احنا ايه اللي فاكره دايما عن الفتره دي؟ احنا اتعلمنا من الموقف دوت، يعني انا وزمايلي اللي كانوا في سني وقتها، لان احنا يعتبر وقتها يعني كان دورنا ما عندناش قرار، ما نقدرش نقول، كان في لعيبه كبيره موجوده من ضمن 16 لعيب احنا ما نقدرش كنا نقول لهم لا احنا مش معاكم، فكنا ماشيين. انما اتعلمنا منها ان المبدا لا يتجزأ، تاخد القرار العقاب
لان العقاب دوت هو في صالح الفريق، هو في صالح النادي، صالح الكيان كله مستقبلا، مش عشان شخص. احنا ده انا بضرب مثال بان النادي الاهلي له نظام وله قواعد. احنا اتعلمنا من الموقف دوت ان 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 كمان الكوره او الفريق ما بيقفش على واحد، في مبدا وفي ثواب وعقاب. كنت متوقع الفريق البديل، فريق الشباب او الناشئين اللي شارك امام الزمالك يكسب؟ لا، ما كنتش متوقع بكل صراحه. كنتوا بتراهنوا ان الفرقه ساعتها او متاكدين ان خبرات الزمالك وانتوا في غيابكم نجوم الاهلي هتكسب الفريق الاصغر منه؟ هقول لك ليه. لان احنا لو حسبنا او جبنا الاسامي وحطيناها قدام نادي الزمالك، عمرك ما هتتخيل ان الفريق ده يخسر من مجموعه شابه او نادي الزمالك. كابتن فاروق جعفر، كوارشي، يعني اسماء كبيره جدا 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 في نادي الزمالك. النادي الاهلي الناشئين كان بدر رجب ومحمد السيد وحمد مرزوق وشمس حامد، هو كان الوحيد، احمد شوبير هو الحارس كان واقف، هو ده من الفريق الاول. هنا روح الفانيلا الحمراء بقى كابتن حمدي، ما دام بالحسابات المنطقيه كان كل التوقعات في كفه فريق الزمالك في الوقت ده. النادي الاهلي عنده روح في الملعب وعنده اراده، مجموعه اقل في الخبرات وفي الامكانيات المهاريه او القدرات باجماع الاراء في الوقت ده بتكسب المجموعه الاكبر والاكثر خبره. هنا بقى ايه العوامل اللي كسبت الاهلي؟ هو طبعا روح الفانيلا الحمراء دي رقم واحد، زائد الحاجه الثانيه ان مجموعه الناشئين، كابتن جوري كان هو برضه المرن، كابتن جوري كان من احسن المدربين يخلق دوافع للاعب الكرة، خلق الدوافع لمجموعة الناشئين، زائد ان الكابتن صالح سليم بالحزم بتاعه ووجوده، وده مبدأ تنفيذ، نخسر مش مشكلة نخسر، انما لازم نمشي على مبدأ. كل الحاجات دي بقت دوافع كبيرة جدا جدا في الملعب للاعبين، لمجموعة اللاعبين، وعملوا مباراة رائعة. حتى احنا مجموعة الستاشر، انا دايما بسميها مجموعة الستاشر، كنا في رومانيا، يعني ودونا رومانيا عشان نبعد، ما يبقاش في احتكاك ولا شد وجذب في الفترة، فيش توتر يعني. ما يبقاش فيش توتر، انتوا مش موجودين في الصورة وما بتلعبوش، وبعدين الجماهير كمان ما تبقاش فيه، ممكن الجماهير جماهير طبعا الاستاد بتبقى الاستاد بيبقى فيه 120,000 يبقى فيه مشاكل. لا، رحنا رومانيا كنا بنتفرج على الماتش في رومانيا، بعد الماتش ابتدينا نضحك، يعني احنا مش مصدقين كمان، لا مش مصدقين، مش متخيلين، لان احنا كنا متوقعين بالمنطق كده بيقول ان احنا يعني هيبقى مشكله كبيره يعني ان احنا نتغلب. بعد المباراه كنا هيستري الضحك من المجموعه، كان في المنتخب كان كابتن، كنتوا خايفين على الفريق رغم ان في خلاف، رغم ان النادي اوقف في الوقت ده، خايفين على المجموعه اللي هتمثل النادي الاهلي انها تخسر. طبعا يعني ما ده موضوع، مش احنا كنا نتمنى ان احنا نخسر، لا احنا كنا متوقعين حسابيا يعني خايفين على الفريق انه يخسر، انما طبعا بعد المكسب كنتوا فرحانين جدا، نسينا طبعا المشاكل وخلاص، وانتهى حتى انتهى مباراه الزمالك، بقيه اللعيبه الموجوده جت كملت المعسكر معانا في رومانيا والامور عدت، بس خلاص هو الموقف ده وانتهى الموقف كده. كلنا اتعلمنا بدون استثناء، كلنا اتعلمنا الموقف ده. طيب كابتن حمدي، مباراه وادي دجله بكره، فريق وادي دجله، رايك في اداء الفريق من اول الموسم؟ الناس كلها بتجمع انه خد وقت شويه مع المدير الفني الاجنبي، ولكن بصمته على الاداء وله شكل في الاداء مميز، وبدا يبقى في قناعات باداء وادي دجله. شايف المباراه ازاي بكره معاه؟ اول مباراه هتبقى بكره من اجمل المباريات، ده توقعي فيها، لان وادي دجله بيقدم مباراه، يمكن بيقدم مباريات، يمكن اكتر فريق مستقر اداء في الملعب، وما لا يحيد عن الهدف بتاعه والطريقه بتاعته ما بيغيرهاش، والراجل مصر عليها، ومجلس الاداره مديله الحريه والصلاحيات، الحريه و يمكن الطريقه والحريه اللي هو واخدها، بيقدر يطلع لعيبه كبيره جدا وكويسه جدا، منهم محمد محمود. احنا من النجوم الجدد في النادي الاهلي، ربنا يرجعه بالسلامه يعني ان شاء الله. انا دايما بقول وادي دجله الفرقه الوحيده اللي بتلعب زايده واحد، الفرقة الوحيدة في الدوري المصري بتلعب زي ده واحد، زي فرقة الهاندبول، لأن محمد عبد المنصف هو لعيب من ضمن اللعيبة اللي بره 18 موجودة في خط الدفاع، استخدامه دايما محمد عبد المنصف مع أي لعيب في الملعب، ممكن يشتغل معاه كورة وبيعمل باص، يعني دايما هم بيبقى زيادة في الملعب، بيقدروا يبنوا هجمة
منظمه كويس، مش مستعجلين عشان بيبنوا الهجمه من عند حارس المرمى، وبيستخدموا حارس المرمى ان هو ممكن حتى بيخرج بره ال 18 ويبتدي يبقى لاعب. بقى بيقولوا انها فيها ابداع شديد جدا في عالم الكوره وفيها مخاطره، لان البريشر والضغط وانك تعرض حارس المرمى انه يستلم كتير من المدافعين او يبدا يحضر معاهم كتير ويتقدم بره منطقه الجزاء. كابتن حمدي، لو في مهاجم من نوعيه وليد ازارو، هو مش موجود في مباراه بكره، بس اللي هو المهاجم اللي بينقض على الدفاع، الهجام بلغه الكوره، بيسبب مشكله وبيستفيد من تواجد الحارس وتحركه بالشكل ده، رايك ايه؟ ما هم هيسبب مشكله في حاله ان عدم الثقه في لعيبه وادي دجله ان هم ما يلعبش مع الجون بتاعه او الجول يبقى مهزوز. هم وصلوا لمرحله دلوقتي ان ثقه كامله انه بيستخدم محمد عبد المنصف في الباص، وعبد المنصف بيقدر بيلعبوها من لمسه واحده وبيبتدوا بيها هجمه كويسه وهجمه منظمه وبيوصلوا بيها للثلاث خشبات للفريق المنافس. يعني وصلتهم لدرجه ان هم بيعملوها وهم مش خايفين. حفظوا الجمل دي خلاص، مش خايفين. وانت طالما ما خفتش انت ما بتغلطش، ما بتغلطش طالما ما فيش خوف مش هتغلط. بيلعبوا لعب مفتوح ولعب جميل. انا عن نفسي بستمتع. تتوقع مباراه صعبه وقويه بكره، ماتش مفتوح مع النادي الاهلي، يعني تتوقع في اهداف، اثاره في الملعب، ان في نديه هتكون موجوده مع النادي الاهلي ولا لا؟ طالما في لعب مفتوح يعني في اهداف، والاهداف من الطرفين. وادي دجله ما بيخافش، يعني مش ما بيهموش النتيجه قد اكتر من الاداء. زائد ان هو يمكن اهداف وادي دجله ان هو مش بطوله الدوري، ما بيلعبش بطوله الدوري، هي الجانب الاستثماري كبير جدا فيه. هو ده المهم، وهو ده اللي بيحاول يظهر. وبيبقى مطلوب من الاجهزه الفنيه محدد كل نادي التارجت بتاعه. ما نقدرش نتكلم باسم النادي طبعا، احنا مش عارفين تفاصيل، لكن كلام حضرتك معناه انه طالب مثلا مركز متقدم في الدوري، هو مش طالب البطوله، لم يعلن ان هدفه البطوله هذا الموسم، لكن بيفكر بشكل استثماري في الفريق واداء مرضي كمان دلوقتي للراي العام. بالظبط. وهم كمان بيستمتعوا، انا متهيألي ان هم بيستمتعوا بلعبهم بنفسهم، يعني لعيب الكوره لما طيب احنا قلنا حاجات جميله جدا عن نادي وادي دجله ولو كل الاحترام، بس عايزين نكسب بكره ان شاء الله. افضل طريقه من وجهه نظر حضرتك الاعب بيها او اواجه بيها فريق بيلعب باداء وشخصيه وادي دجله الموسم ده؟ اي مكسب واي فرقه عايزه تكسب، احنا لعبنا مباراه مصر مقصه لان كنا عايزين نكسب، وكسبنا بان انا ضغطت وضغطت بلا هواده. دوافع عند اللعيبه بلا هواده. هو الضغط بيولد الاخطاء والاهداف. مفيش ضغط، فرقه وادي دجله مهريا وتحركات في الملعب واللعيبه كلها بتتحرك هتتعبنا طالما مفيش ضغط. انما لو في ضغط يبقى في اخطاء، هو اللي بيولد الاخطاء. فلا بديل، لا بديل عن مباراه مصر المقاصه 45 دقيقه، مباراه هجوميه، ضغط هجومي من النادي الاهلي على فريق وادي دجله. زائد ان كمان وادي دجله بيلعب لعب مفتوح، يعني الفرقه الوحيده ما بتعملش تكتل، هيبقى في مساحات في الملعب. ففي مساحات اللعب المفتوح، في مساحات اقدر كمان، طالما في مساحات امكانيات لاعبي النادي الاهلي اقدر اطلع اللي عندي كله، واقدر اعمل يعني يبقى عندي اختراقات من الاجناب ومن من 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 العمق اعملهم. وادي دجله عمره ما يغير طريقته ويبقى في تكتل او يلعبك من نص الملعب. وادي دجله هيعمل الضغط بتاعه برده زيك بالظبط، ضغط عالي، لان هي دي طريقته. انما لما الكره بتبتدي من تحت، من عند بيبتديها من تحت، ما بيعملش كور طويله، ما فيش تشتيت، فيش اجمل من كده انك انت تقدر تلعب كوره وتوصل الهدف اللي انت عايزه. ايه الحاجات اللي حضرتك بتقول للاعيبتنا بكره انها مش مطلوبه خالص الفتره دي من عمر الدوري؟ مش مطلوب تهاون، ومش مطلوب غرور، ومش مطلوب ثقه، اي نوع من الاستهانه بالمنافس. يعني انا عايز العب بنفس الجديه من بدايه المباراه لنهايتها، لان انا مطلوب مني اكتر من كده بكتير. مطلوب من كل لاعب في النادي الاهلي اكتر من كده، ما عنديش يعني لاعب النادي الاهلي ما بيكتفيش باداء او بمكسب او باهداف. يعني انا كسبان في مباراه كسبان فيها ثلاثة، انا عايز اكسب أربعة او خمسة او ستة، مفيش حد ليا. هي ده اللي انا بطلبه من لعيبه النادي الاهلي، ولازم عايز ضغط، وعايز لو الاهلي ان شاء الله متقدم وموفق بكره يحاول يزود رصيده من الاهداف لاخر ثانيه، ان الحافز بنفس الروح والحافز في الملعب لاخر دقيقه في المباراه. ده اللي انا بطلبه من لعيبه النادي الاهلي، مش عايز اي نوع من الاسترخاء في وقت من اوقات المباراه. وجماهير النادي الاهلي، الجماهير حاجه جميله وحاجه صعبه، كون ان هو لما يلاقي الفرقه يعني فيها
بتستكن فيها تستنى شويه وتهدى شويه، هو بيبقى قاعد على اعصابه لانه دايما عايز اهداف، عايز يفرح بفرقته وعايز لسه عندنا اشكاليه عوده الجماهير للدوري. يعني احنا هو بنستعد لكاس الامم، لكن فكره وجود الجماهير في الدوري لسه يعني موجوده بشكل جزئي او موجوده بشكل لسه مش كامل في المدرجات، والنادي الاهلي طبعا مفتقد الميزه دي، جمهوره الكبير ده في المباريات. لعيبه مصر كلها ولعيبه الانديه كلها مفتقده وجود الجماهير، وخاصه النادي الاهلي طبعا اكبر جمهور في طبعا في يعتبر مصر. في مصر طبعا محتاج جماهيره، ويمكن جماهير بيبقى فيه مباريات فيها عدد من الجماهير كبير بيبقى فيها فرق كتير جدا على اداء اللعيبه. تتمنى التواجد الجماهيري في المباريات دلوقتي، تتمنى من جمهور النادي الاهلي يبقى موجود على اكبر قدر ممكن، كل الارقام المتاحه ان احنا نملى المدرجات بالاعداد المسموح بيها في الفتره اللي جايه. يا ريت الجماهير دي رقم واحد، هي رقم واحد والدافع الاول لاي لعيب كوره، لان اللعيب المصري ما كانش في حد بيحاسبه فدي مشكله كبيره. اللي بيحاسب رقم واحد الجمهور، الجمهور ده ممكن يبقى اخويا واخوك واختك وابوك يعني هي دي الجماهير. وجود الجماهير عامل مهم جدا. طبعا طبعا، خلي حتى شكل المباراه وشكل الملعب مختلف، واعتقد اداء اللاعبين يا كابتن حمدي، يعني اي مباراه في يوم من الايام لو لعبتوا مباراه من غير جمهور اعتقد ادائكم فيها عمره ما يوصل للاداء الكامل لكل لاعب زي لو هو سمع هتافات الجماهير في الملعب. لا خالص خالص، انت طالما انت لما بتشوف 3 4000 موجودين في المدرج انت بتحمل همهم، كل ان انت بتحمل همهم بيبقى عندك دافع في الملعب ان انت عايز تفرحهم. فما بالك ب 100,000 ولا 60,000 زي زمان، حاجه يعني بتلهب المشاعر طبعا. والنادي الاهلي اتعود، لعيبته اتعودت على الصوت والهتافات والدعم والتشجيع، وبيقدموا اجمل ما عندهم من قدرات في الملعب ومن مهارات كره القدم مع وجود الجماهير دايما. ان شاء الله ترجع الجماهير للاستادات وتملاها في الفتره الجايه باذن الله. ان شاء الله باذن الله. طيب ملاحظاتك الاخيره على اداء الفريق وعلى الحاجات اللي شايف انها افضل ما لدى النادي الاهلي واللي ممكن يستخدمه ويركز عليه بقوه في مبارياته الجايه بدءا من مباراه وادي دجله، ايه الحاجه اللي تعمل فارق نوعي لصالح النادي الاهلي في المباريات اللي جايه وتقربوا جدا من الفوز بيها؟ ايه الميزه؟ ايه الحاجات اللي عنده افضل من باقي الانديه اللي لازم يستثمرها في الفتره الجايه؟ هل وفره اللاعبين؟ هل الصفقات الجديده؟ هل عوده مجموعه من المصابين؟ هل الفتره اللي جايه انه اداؤه فيه منحنى تصاعدي وخلاص عدى الفتره اللي كان فيها ضغط؟ ايه اللي بيميز النادي الاهلي عن المنافسين في الفتره الجايه؟ احنا يمكن الانتقالات الشتويه دي جبنا اللعيبه اللي احنا محتاجينها، ما جبناش كم كبير، اللي احنا محتاجينه وناس على قدر من المستوى الفني موجود، يعني حمدي فتحي، ياسر ابراهيم، هيعملوا فارق كبير جدا للفريق، واحنا محتاجين المركزين دول موجودين. يعني محتاجين الفتره اللي جايه النادي في تعاقدات تانية مطلوبه يا كابتن حمدي، لانه الناس كانت بتقول عايزين تعاقدات حتى في مركز لاعب الوسط المدافع، ما تهتموش بالمهاجمين بس، النادي عمل ده، تعاقد مع حمدي فتحي والنادي عنده رؤيته الفنيه اللي اكدت احتياج النادي، الخبرات الموجوده في القائمين على امور الكره وملف الكره في مقدمتهم كابتن خطيب شافوا انه مطلوب دعم في مركز المساك ياسر ابراهيم، دعم في مركز الهاف ديفندر حمدي فتحي. هل النادي الاهلي دلوقتي نقدر نقول انه بلغه الكوره وفر كل العناصر الموجوده وسد اي نقص او قصور في صفوف الفريق، ولا حضرتك شايف ان في احتياجات لعناصر ثانيه؟ لا لا، ما افتكرش ان النادي الاهلي محتاج لعناصر ثانيه، العناصر اللي كانت عندنا مشكله فيها يعني قدرنا نجيب حمدي فتحي ديفندر، ياسر ابراهيم مساك، هم دول مركزين كانوا عاملين مشكله كبيره لانه فيهم كميه اصابات كبيره جدا جدا، لدرجه ان في مباريات كانت بتيجي ما بتلاقيش حد فيها في الاماكن دي. طبعا مع نهايه الموسم هتقدر برضو يعني تحدد الاحتياجات الاكتر ايه، انما برضو مش عايزين ننسى قطاع الناشئين، لان قطاع الناشئين في مراكز مش لازم تشتريها من بره وتجيبها من بره، لازم يبقى في اعداد من تحت. شايف ان في فرصه للناشئين في النادي الاهلي ان احنا نهتم بيهم اكتر، وان القطاع ده بيطلع عناصر مميزه يا كابتن حمدي؟ في عناصر مميزه كبيره جدا في مرحله 18 و20 سنه، يعني سن في مرحله قريبه من الفريق الاول.
من 2001 يعني مواليد 17 سنه 2001 او 18 سنه 18 سنه تصنيفه درجه اولى في عناصر كويسه جدا موجوده ويمكن من تقدر تنافس المجموعه الموجوده في الفريق الاول وتوجد لنفسها تقدر 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 بس لازم عشان تقدر تاخد فوق. لازم اهيئ لها الجو من يعني من الوقت الحالي اقدر احدد العناصر كون ان انا ابقى اديله الدافع بتاعه ان هو في عين عليك في هتبقى موجود وهتاخد فرص في بعض المباريات الفتره الجايه ولو مباريات وديه بس هتكون متواجد احيانا مع الفريق الاول بالظبط هو كان زي ما كان زي ما اتعامل معانا زمان في الثمانينات كان بيتعامل معايا ومع غيري يعني علاء ميهوب 17 سنة وهو في الدرجة الأولى كان في الدرجة الأولى طاهر أبو زيد 16 سنة وهو في الدرجة الأولى فالموضوع سهل وصعب يمكن الناس كمان بتسأل عن حاجة كابتن حمدي الناس مبسوطة بفكرة إن الصفقات بتدخل على الفريق دلوقتي إن النادي مختار صفقات مميزة فنيا حمدي فتحي بيلعب موجود لاسارتي شافه قيمه قال ده يدخل مع أجاييه في القائمة الأفريقية فورا او دي رؤيه مشتركه للنادي المجلس الاداره الكابتن الخطيب مع الجهاز الفني بس قرروا ان اللاعب اضافه للقائمه على المستوى الافريقي والمحلي نفس الامر ياسر ابراهيم المجموعه الجديده الموجوده دي لان النادي الجمهور كان بيبقى متخوف احيانا من فكره انه في زحمه في الاسماء والنجوم ففي لاعب هيجي بس هيقعد على ما يجي وقت الدفع بيه في الملعب يكون فورمته قلت او بعد عن حالته فما نستفدش بيه الاشكاليه دي شفناها في فترات كتير قبل كده ما هي دي مشكله كبيره انك انت لاعب بيجي وفي اتنين تلاتة موجودين بيلعبوا فوضع طبيعي ان هو بيجي يقعد ف يعني نقطة مهمة جدا جدا ما يبقاش فيه تكدس في مركز واستفيد بالعناصر الجديدة واقدر طبعا اللعيب اللي يجي انا بدفع فلوس وبتاع فلازم يجي يلعب زي مثلا حمدي يعني فتحي يعني قائمة بكرة كابتن حمدي اللي حضرتك بتقوله ده مهم جدا ياسر ابراهيم من الصفقات الجديدة عندنا جيرالدو من الصفقات الجديدة صلاح محسن تم التعاقد معاه من فترة قصيرة من فترة جدا أجاييه طبعا من العائدين من الإصابة لكن من نجوم الفريق الموجودين عندنا حسين الشحات من الصفقات الجديدة رمضان صبحي طبعا من النجوم العائدين على سبيل الإعارة من الصفقات اللي تمت في فترة الانتقالات الشتوية يعني أسماء كتيرة جدا موجودة في الملعب من الجداد ودي حاجة تدل على أن الصفقات والاختيارات كانت سليمة ودقيقة جدا الحمد لله طبعا مع اللعيبة اللي راجع من الإصابات طول ما الفرقة متكاملة هيبقى في ناتج كويس إنما برضو الأهم النقطة اللي كنا بنتكلم فيها قطاع الناشئين قطاع الناشئين لازم يبقى في تجهيز للعيبة ما يجيش يجي في وقت زي ما الوقت المشكلة اللي فاتت الفترة اللي فاتت ان احنا كنا في وقت ما انتش لاقي مدافعين ما انتش لاقي لعيب وسط ملعب ما كنتش بجهز عناصر بديلة من القطاع ده بقى مقربها من الفريق دي نقطة مهمة وبعدين احنا كمان يمكن الفترة اللي فاتت دي كان في تدعيم للقطاع بس كلهم يعتبر تصنيف درجة أولى يعني منهم مثلا عمار حمدي اللي هو طلع إعارة وطلع إعارة دي يعني نقطة مفيدة جدا للاعب وللنادي هيجهز ولما النادي يحتاجه يكون في حالة بالظبط بيشارك كده. في المباريات وجاهز يعني حضرتك شايف انه امر مهم جدا لا يقل أهمية عن الصفقات ان انا دايما اجهز قطاع الناشئين وقطاع الشباب في النادي او فكرة الفرق اللي هي قريبة من سن الدرجة الأولى ما بين بقى 16 و 20 سنة ان انا العناصر الأفضل دي يبقى في تحفيز لهم مهم. ويبقى في عين متابعاهم ويبدأوا ياخدوا فرص حتى في الارتباطات الودية للفريق مهم او في اي دورات ودية بيشارك فيها النادي يبقوا تحت العين يعني مهم جدا النقطه دي كانت طول عمرها موجوده في النادي يمكن الفتره اللي فاتت بعدت شويه ولما بعدت شويه بانت تاثيرها على الفريق الاول عموما احنا ان شاء الله يعني نسعد بنتيجه مباراه الغد باذن الله نكون موفقين وفي تفاؤل لدى الكابتن حمدي ابو راضي حضرتك قلت انا متفائل بان الدوري اهلاوي هذا الموسم وان ما عندكش شك في ده باذن الله وانك يعني ما كانش عندك تشاؤم حسب كلامك في اي مرحله من المراحل اللي فاتت حتى واحنا متعثرين في انطلاقه الدوري ده لا خالص عمري ما فكرت عمري فكرت فيها انا بفكر كلاعب وكمدرب وكمسؤول يعني راجل موجود في النادي يعني عمري ما فكرت ان الدوري بعيد ولا هيجي وقت ان الدوري يروح وانا الناس جماهير الاهلي تبقى زعلانه او اللعيبه يعني ما كانتش في بالي خالص النقطه دي حتى جمهور الاهلي رغم انه كان زعلان جدا من التعثر اللي حصل الفتره اللي فاتت لكنه سعيد بان البطوله فيها اثاره فيها منافسه الموسم ده والجمهور عنده ثقه في ناديه وفي قدرات نجومه لكن فكره ان البطوله في منافسه مع اكتر من فريق حتى لو في فريق متصدر قبل الاهلي حاليا برضو الجمهور سعيد بشكل الدوري ده ان شاء الله لو فزنا بالدوري ده هيبقى للبطوله طعم خاص جدا وهتبقى لها
لها البطولة لها حلاوة ولها شكل مختلف ولها طابع يميزها عن المواسم اللي فاتت، لأنه الدوري اللي بنحسمه من فترة طويلة قوي بيبقى فيه شوية ملل في متابعة المباريات، غيرها بيبقى فيه كده منافسة وفي إثارة وفي سباق بين الفرق على صدارة. مهمة جدا طبعا، نقطة مهمة جدا، أكتر من منافس بيدي طعم أكيد كويس وطعم جميل انك انت تقدر تحصل على البطوله في الاخر. انما الدوري الموسم ده مختلف، حتى اعتقد المشاهده المتابعه كبيره جدا للدوري الموسم ده، متابعه في منافسه وفي اثاره في الدوري، متابعه وتوقعات كتيره جدا وتقلبات كتيره جدا ونتائج غريبه جدا من فرق، واداء برضو من فرق موجوده تحت يعتبر يعني في اخر الجدول بتعمل نتائج غريبه. فهي دي حلاوه الكوره، المفاجآت والاثاره. اكيد اكيد. لكن في النهايه حضرتك بتتوقع ان شاء الله البطوله اهلاويه الدوري هذا الموسم، وبطوله افريقيا باذن الله من نصيب الاهلي ان شاء الله، ان شاء الله هذه النسخه من البطوله الافريقيه. اشكرك شكرا جزيلا كابتن حمدي ابو راضي، نجم النادي الاهلي ونجم الكره المصريه السابق، شكرا جزيلا لك، واسعدتنا بوجودك معنا كابتن حمدي. شكرا ليك، وسعيد ان انا كنت موجود معك. شكرا جزيلا لحضرتك. مشاهدينا وصلنا لختام هذا الحوار، بشكر حضراتكم على المتابعه، ولكن للحوار ولفقراتنا في الأهلي الليلة بقية، ابقوا معنا بعد الفاصل تتابعون الرياضات الأخرى وعالم الرياضة بعيدا عن كرة القدم مع زميلي العزيز خالد العوض. معنويات مرتفعة وتحت